السلام عليكم، حياكم الله أعزائي المتابعين في فقرة جديدة. اليوم راح أتكلم عن حادثة صارت معاي. قبل فترة نزلت بوست في الإنستغرام أتكلم فيه عن تمارين الشدة والمقاومة، ولاحظت أن الكثيرين يجهلون شنو هي تمارين الشدة والمقاومة. تمارين الشدة والمقاومة هي أي تمارين تؤدي إلى تحرك في العضلات وزيادة ضربات القلب وتكون مبنية على أوزان. هذه الأوزان قد تكون أوزان النادي، قد تكون وزن الجسم، أو حتى أحياناً سيور الشدة والمقاومة اللي هي السيور المطاطية اللي نستخدمها في النادي. طيب، ما هي أهمية هذه التمارين؟ التمارين هذه تساعد في زيادة عملية الحرق، تساعد في تشكيل الجسم، وتزيد في كمية العضلات الموجودة في الجسم. الأخوات الحين يقولون إحنا بنات شلنا في العضلات؟ بداية، العضلات اللي راح تطلع لكم أنتو أخواتي المتابعين ما راح تكون بكمية العضلات الموجودة عند الشباب. الشباب عضلاتهم اللي قاعدة تشوفونها ترى هي ناتجة عن هرمون الذكورة التستوستيرون، وفي بعض الشباب أيضا كمية العضلات اللي عندهم ما تكون واصلة إلى الكم اللي يوصل حق طموحهم أو يرضي رغباتهم، فعلشان كذي نلقاهم يأخذون كميات إضافية من هرمون التستوستيرون، وهذا اللي يسبب وجود هذا الكم الهائل من العضلات. أما بالنسبة لكم أخواتي فهذه ما راح تقدرون توصلون لها، أو من الصعب جدا أن أنتوا توصلون لها بالشكل الطبيعي. طيب، شنو فائدة تمارين الشدة والمقاومة ووجود العضلات في أجسامنا؟ وجود العضلات في الأجسام بداية راح تعطينا القوام اللي إحنا كلنا نبيه. إحنا دائما يكون في بالنا أو في مخوخنا في جسم معين نطمح أن إحنا نوصل حقه، فعلشان نقدر أن إحنا نوصل هذا الجسم لابد من وجود العضلات اللي تعطي هذا الشكل حق جسمنا. الشغلة الثانية بالنسبة حق العضلات، العضلات أنا أسميها أفران لحرق السعرات الحرارية. كل ما زادت كمية العضلات في الجسم كل ما زادت كمية السعرات الحرارية اللي قاعدين نحرقها في أجسامنا، فعلشان كذي إحنا محتاجين إلى هذه العضلات، ومحتاجين نمرن هذه العضلات علشان نقدر نزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة في أجسامنا. بالنسبة للأخوات فهم في حاجة قد تكون أكبر من الشباب في العصر الحالي على الأقل، إن إحنا يكون عندنا عضلات. شنو هي الأسباب؟ بداية، الأخوات هم اللي راح يمرون في عمليات الحمل والولادة، وإذا ما كان عندنا عضلات قوية وعضلات كافية إن إحنا نصلب أجسامنا، فمن الصعب جدا أو راح يكون عملية الحمل والولادة صعبة جدا علينا، وما راح تكون من التجارب الحلوة مثل ما الله سبحانه وتعالى يبيها لنا. لكن لما يكون الجسم وعضلات الظهر خاصة قوية راح نلقى أن الأخوات يمرون في تجربة حمل وولادة مريحة بالنسبة لهم. الشغلة الثانية، ما بعد الولادة حمل الأطفال، كلنا نحب أن احنا نشيل عيالنا ونلعب وياهم، ولكن نلقى أن الأخوات هم أقرب حق عيالهم من الأبهات، فعلشان كذي هم اللي يبون يشيلونهم، يبون يلعبون وياهم، يبون أن هم حتى عملية الرضاعة. في وضع عملية الرضاعة إذا ما كانت بعض العضلات خصوصا عضلات الأكتاف مشدودة، فهذا راح يسبب إلى تقوس عملية العضلات، لأن الأخوات راح يكونون قاعدين في الوضعية هذه، وهذا راح يسبب إلى أن عضلات الكتفين يتقوسون. فعلشان كذي إحنا كلنا محتاجين أن إحنا نمرن عضلاتنا، ويكون هذا التمرين باستخدام تمارين الشدة والمقاومة. من تمارين الشدة والمقاومة السباحة، رفع الأثقال، وحتى استخدام أوزان الجسم. أتمنى المعلومة وصلت. ألقاكم على خير إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، أحب أرحب فيكم في هذه الحلقة اللي راح نتكلم فيها إن شاء الله عن التصوير الفوتوغرافي من البداية إلى الإبداع. ولكن في هذه الحلقة حبيت أني أسلط الضوء عن موضوع وايد مهم، ويمكن هذا الموضوع وايد ناس غافلة عنه أو مو مهتمة فيه. يمكن كثير منا يمارس عمل معين، نشاط معين أو هواية معينة، ويكتشف بأنه وهو قاعد يمارس هذا العمل لا يشعر في الوقت ولا يشعر في الجهد ولا يشعر بالتعب، ويحس أنه هو في متعة كبيرة لما يمارس هذا العمل. اعرف بأن هذا التوقيت وهذه التجربة من أهم التجارب اللي قد تكون في حياتك واللي توصلك لمرحلة الإبداع. هذا تعريف الشغف. الإنسان لما يكون عنده شغف، والشغف معناته أنك أنت تحب مجال معين، ولما تمارس هذا المجال تحس في متعة كبيرة، فأعرف أنك أنت في الطريق الصحيح بأنك أنت تكتشف قدراتك. وأغلب الناس أتوقع أنهم ما اكتشفوا قدراتهم إلى الآن. أغلب الناس يمكن يمارسون عمل ما يحبونه أو يمكن ما يشوفون المتعة فيه. فمستحيل الإنسان يكتشف قدراته لما يمارس عمل ما يحبه أو يعتبره عادي. أما إذا مارسنا عمل إحنا نحبه، تأكد بأن في فرصة كبيرة أنك تكتشف قدراتك، والشغف كفيل بأنه يوصلك إلى هذه المرحلة. كنت في رحلة إلى سكوتلندا بوثق نوع من أنواع الطيور اسم الأوسبري أو العقاب النساري. فالرحلة أو خطة الرحلة أني أنا أقوم الساعة 4 الفجر وأتواجد في مخبأ وأحط عدستي وعدتي وأنطر لما يصير الشروق وأبدأ أوثق هذا النوع من الطيور. فدخلت هذا المخبأ الساعة 4 الفجر وكان في شخص قاعد كبير بالعمر، يمكن تقريبا عمره 65 سنة. صبحت عليه وصبح علي، وقعدنا ننتظر اللحظة اللي يوصل فيها العقاب عشان نصوره. بعد تقريبا 3 ساعات التفت علي وسألني سؤال، قال لي is it passion؟ يعني هل هذا شغف؟ هل هذا شيء أنت تحبه؟ فقلت له أي والله، أنا أحب التصوير وأحب توثيق الحياة البرية. فقال لي كنت أتمنى وأنا في عمرك أني أركز في موضوع اللي أنا أحبه أو الموضوع التصوير اللي هو شغفي. كنت أتمنى أن أنا أركز في هذا الموضوع وأستمر فيه قد ما أقدر من عمري. فسألت ليش؟ كان يقول لي الشغف كفيل بأنه يطلع إبداعاتك ويجعلك إنسان سعيد في حياتك، وتحس أن حياتك لها قيمة ومعنى. فتأثرت في كلام الأمانة وحبيت أني أركز في هذا الموضوع أكثر. استمرت سنوات وبديت أني أشارك في مسابقات عالمية، وسبحان الله قدرت أني أنا أحقق إنجازات في هذا الموضوع. كذلك على مستوى دولة الكويت قدرنا أن ننتج أعمال تخص البيئة والحياة البرية. فأي شخص يحس لما يمارس عمل معين لا يشعر في الوقت ولا في الجهد ولا في التعب، ويشعر في متعة كبيرة وحماس، أعرف أنك أنت في الطريق الصحيح. أعرف أن في يوم من الأيام تكتشف قدراتك، وعندنا كثير من الأمثلة، يمكن ستيف جوب، بيل جيت، ميسي، رونالدو، وايد أمثلة عندنا ناس مارسوا أعمال يحبونها وصلوا إلى مرحلة أن قدروا يبدعون في حياتهم. هذا اليوم الجزء اللي احنا حابين نتكلم فيه، وإن شاء الله نشوفكم في الحلقات الجاية.